السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت باش نكملوا الدروس ديال الراندا. المره الاولى درنا البريم ديال الحرير، والدرس الثاني رحنا درنا الملاقيه الاولى ديال اللي كنتعلموا ليها، يعني دقه في الثوب ودقه في الثوب. اليوم غادي نديروا واحد الملاقيه اللي هي سهله ودائما للمبتدئات، دائما كنهضر مع المبتدئات اللي عمرهم ما عرفوا الراندا وعمرهم ما خدموها. لهذا نتمنى انني نكون كنفيدكم ولو بالقليل. اولا قبل ما نبداو هذا الدرس هذا، تنتمنى انكم تزيدوا تدعموني وتشجعوني وتبارطاجيو هذه القناه مع احبابكم ومع اصحابكم باش تعم الفائده، لانها قناه تعليميه ونبغي الكل انه يستفد. حنا في الوقت ديالنا كنا كنمشيو ندقوا بزاف ديال البيبان، اننا باش نتعلموا ما كان لا الانترنت لا حتى شي حاجه، كنا كنمشيو لعند الناس الجيران، كنا كنمشيو لعند في العطل وهذا، كيكونوا الجيران كيعرفوا شي حرفه اولا شي حاجه شي صنعه، كنكونوا كنتعلموا من عندهم اولا كناخذوا من عندهم. ومن بعد ولا كلشي بالفلوس، يعني ما بقاش الجيران اللي كتستفدي منهم وكتاخدي معلومات من عندهم والدروس من عندهم ولو غير بالشوفه، كتكونوا جالسين الجيران مع بعضياتهم وكان ندردشوا اولا كيشربوا اتاي مع بعضياتهم وهما كيخدموا، هاللي شاده الكروشيه، هاللي شاده الفاسي، اللي الرباطي، اللي تتخدم الراندا، وانتي كتكوني غير كما كنقولوا في المدرسه، كيكون التلميذ غير مستمع في الاول، ومن بعد كيولي كيميل لواحد الصنعه من هذوك الصناعات اللي انتي كتشوفي مع الجيران ديال الاسره ديالك اولا ديال الام ديالك، كيكونوا مجموعين على بريريت ديالاتي، وهكا وحده تتوري لوحده، وحده كتقول لها هذه كي جاتك، وحده كات هذا، وانتي كتكوني كتشوفي هاد الصنعه هذه كلها كدوز على قدام عينك. وهذيك الساعه كنا كن واخا غير بالشوفه كنت كتستافدي بزاف ديال الحويجات، الدقات ديال البرا، كيفاش تشدي البرا، كيفاش تخيطي، كيفاش وشي بعض المرات كيقول لك اجي تجربي كيفاش ديري لهادي، كيفاش ديري هادي، تتكوني مايله لواحد لواحد الصنعه اللي انت كتعجبك. ولو ان بنادم يخيط واخا غير صديفه، واخا يعرف الا تقطعت لي شي جليليبه ولا شي حاجه كيفاش يخيطها ولا هذا، واخا المهم كتنفع الصنعه، ولو ان بنادم تيقرا ويوصل زعما المراتب العليا وكل شيء، ولكن البرا والخيط كتبقى دائما الاساس لكل امراه. ودابا خصوصا ان هاد المهنه هذه ولا كيديروها حتى الرجال، انا تنشوف الرجال كيديروا الراندا، كيديروا الرباطي، كيديروا حاليا، من قبل كانت حكر للنساء بوحديتهم، لكن دابا ولات حتى للرجال، ولا كلشي كيخدم اي حاجه بغاها كيخدمها، كما النساء انهم كيمشيو للمجالات ديال الرجال، حتى الرجال ولاو يمشيو للمجالات ديال النساء. وانا بغيت غير نقول لكم هذا الشيء هذا، لان في وقتنا ما كناش من بعد منين ما بقاوش الجيران كما كانوا، لان ما بقاتش الجيران شي تيدخل عند شي تشربي قهوه عند هذا، تمشي تطلي عند هذا، ما بقاش كما كان، ولا تتمشي تبغي تعلمي شي حاجه خاصك تعطي عليها الفلوس، وخاصك تحزري اللي غيعطيك المعلومه بالضبط، لانه واخا كيعطيك الصنعه ما كيعطيهاش لك هي هذيك وكما كما يجب. لهذا تنتمنى انكم تستغلوا الفرص ديال هاد القنوات التعليميه وتتعلموا من ديوركم، ما تحزروا حد، ما تمشيو عند حد، خصوصا ان الناس ما بقاوش ولاو تيحسوا بحال الثقل، الا جيتي تتعلمي عنده كيجي كيحس بحال الثقل عليه. لهذا الا لقيتي شي حد اللي يعلمك مباشره شدي فيه بيدك ورجلك كما كنقولوا، وإلا لقيتي هكا شي قنوات تعليميه كالقناه ديالي، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، انها انكم تستفدوا منها،
لما لا انكم تاخذوا ولو غير القليل، ولو واخا ما تخدموهاش انكم تاخذوا القليل منها وتعرفوا هاد الصناعه هذه كيفاش كتخدم وكيفاش شنو المراحل اللي كدوز منها، القفيطين او الجليليبه او الاعمال اليدويه بصفه عامه. بلا ما نطول عليكم نرجعوا، نتمنى انكم تبارطاجيو هذه القناه وتدعموني وتشجعوني باش نعطي المزيد، وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من عندي. نبداو على بركه الله. الاول غرزه كنديرو كما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، هي كنشد انا التوب ديالي من التحت، كنهز غير شويه ديال التوب، يعني واحد شويه ديال التوب، وكان ندخل في هذه الخريصه هذه هكذا، كندورو الحرير عندنا وكنمشيو قبالتها. دائما في الغرزه الاولى راه كنديروها قبالتها هكذا. دابا غادي نديرو غرزه الوسط. فاش غادي نديرو ليها؟ غادي نديرو الحرير ديالنا الفوق وغادي ندخلوه المره الاولى من هنا باش تتكون عندنا واحد الغريزه هنايا صغيره. ها هي، نتمنى انني نكون وضحت لكم هذا الشيء، حيت هذه غتكون غير في الاول، هذه الغرزه هذه كتكون غير في الاول. صافي كنضرب واحد الطريبه لتحت والحرير دائما الفوق، كندوزوه من تحت هذيك الدائره وكنشدوا هذه الغريزه اللي درنا في الاول. ها هي، حيت غتكون عندنا غير غرزه وحده الوسط، كنضربوا ضربه الفوق والحرير دائما لتحت، يعني ملي كنضربوا الفوق الحرير كيكون تحت. عاود كنديروا الحرير الفوق وكنضربوا في وسط هذه الغريزه اللي درنا على هذا الشكل هذا بحال هكذا. عاود الحرير دائما الفوق وكنضربوا ضريبه لتحت. دابا من غنبغيو نطلعوا الفوق خاصنا الحرير يكون عندنا دائره لتحت، وكنضربوا في هذه الغريزه اللي عندنا هنا الوسط بحال هكذا. عاود الحرير ديالنا لتحت كنضربو، ما كنضربوش نيشان تحت هاد الضربه تحت هاد الضربه، لكن شويه خارجه عليها وكنهزو غير شويه ديال الثوب، ما كنهزوش بزاف ديال الثوب وما نجبدوش هاد الثوب هذا، يعني غير كنخشيو صبعنا هكذا باش نحاولو نتحكمو في الخيط ديالنا اولا الحرير ديالنا. كنديرو الحرير الفوق وكنضربو في هاد الغريزه هذه على هاد الشكل، كنجبدو شي شويه ضروري باش تزير لينا الغرزه. دائما الحرير فوق وكنضربو لتحت، وهاد الدقات اللي هنايا خاصهم يكونوا تقريبا بحال بحال. انا راه الكاميرا قدامي، نتمنى انني نكون نوريكم هاد الشيء مزيان اولا كيبان لكم مزيان. الحرير لتحت كندخلو في هاد الغريزه هذه وكنخرجوه من تحت هذيك الدائره، دائما الحرير تحت كنضربو في الثوب وكنخرجو من هذيك الدائره. ها الحرير ديالنا الفوق وحنا غاديين هكذا، الحرير الفوق نخرجو من تحت هذيك الدائره باش نحصلو على هذيك العقده، حرير لتحت وهكذا كنمشيو، يعني ساهله ما فيهاش شي حاجه اللي هي صعيبه. الحرير الفوق نضربو في هاد الغريزه اللي عندنا على هاد الشكل هذا. دائما كما قلت لكم ملي كنكونوا هابطين راه حنا كنديروا الحرير ديالنا الفوق، ملي كنكونوا طالعين الحرير ديالنا كيكون لتحت على هاد الشكل بحال هكذا، وحنا غاديين حتى الاخر القطع ديالنا اللي حنا كنتعلموا فيها. نتمنى انكم ديروا قطع كثيره، لان في الاول غتجيكم الخدمه شويه صعيبه، غتكون الغرزات مرخيين، غيكونوا يعني تعلموا في بزاف ديال القطع وتخليهم عندكم ما تخسروهمش
خليهم كذكرى عندكم، من بعد راه غادي تعاودوا ترجعوا ليهم وتشوفوهم كيما كيف بديتي وكيفاش ولات الخدمة ديالكم. غادي تقارنوهم ما بين الخدمات الاولين والخدمات اللي انتم تعلمتو وليتو كتعرفوا انكم تشدوا الحرير وتضربوا هاد الغريزات. هذا هاد الملاقيه هادي كتجي زوينه، مازال غنوريكم ملاقيات اخرين. انا كنهضر بالخصوص مع المبتدئات لان الجلابه ماشي ضروري يكون فيها واحد نكونوا عارفين للرانده، يعني شي حاجه اللي هي كبيره ودوك الغرازي الكبار، وباش اننا نديرو جليلبه ولا قفيطين. راه غير هاد الملاقيات هادو، وكاينين بزاف ديال الملاقيات بالعقيق، كاين ملاقيات انا غادي نوريهم لكم ان شاء الله. غير تابعوني وغادي نوريكم كل حاجه كنعرفها. يعني القفيطين راه ممكن نجمعوه غير بالعقيق، ممكن نجمعوه غير بهاد الملاقيه هادي ويجي العقيق في الجناب، ممكن بزاف ديال الحويجات. غير تابعوني وهكذا غادي نوريكم كل حاجه كنعرفها ان شاء الله. ما تنساوش انكم تشجعوني كما قلت لكم وتدعموني وتبارطاجيو هذه القناه مع اصحابكم واحبابكم باش هكا تعم الفائده. غادي نبقاو مكملين على هذه الطريقه هذه حتى نوصلوا الاخر قطعه عندنا على هذا الشكل. يعني كنضربوا ضربه في التوب، ضربه الوسط، كنعاودوا عاوتاني نقلبوا الحرير، ضربه بالتوب، ضربه الوسط، ونعاودوا عاوتاني نقلبوا الحرير. وحنا غاديين خاصكم غير التركيز، وغادي ديروا هاد الملاقيه هذه اللي هي. ومنين كنبغيو نبدلوا الحرير راه حنا لا تسال لينا الحرير، راه كندفنوه هنايا، يعني كنضربوه هنا وكندفنوه في هاد البلاصه هادي على هاد الشكل. نجيب واحد الحرير اخر وكنخشيو من الجهه التحتانيه كما كنقول لكم دائما، يعني في هذيك البلاصه اللي حبسنا كنخشيو من الجهه التحتانيه، خاصها تكون نفس الدقه اللي درنا، يعني ما تجيش تحتها ما تجيش فوقها. من انني نكون ضربتها الضريبه مزيان لان انا راه دايره الكاميرا قدامي على هذا الشكل، وكنكملوا بكل سهوله على هذا الشكل. هذا على هذا الشكل وحنا غاديين حتى نوصلوا للنهايه. نتمنى هذا الدرس يكون نال اعجابكم وانكم استفدتم منه، والى درس قادم ان شاء الله وحلقه قادمه باذن الله. الى اللقاء.